الشفاعة الخامسة مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين وأفراط المؤمنين، وهي الشفاعة في أهل الكبائر التي دون الشرك، يشفعون لهم أن لا يدخلوا النار، وإن دخلوها يشفعون لهم أن يخرجوا منها بشفاعة الشافعين. هذه شفاعة حق، وهذه هي التي أنكرها المعتزلة وقالوا إن من استحق دخول النار فإنه لا بد أن يدخلها، ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. هذه اللي خالف فيها المعتزلة. هذه أنواع الشفاعة باختصار.